قال واستقبل الداعي القبلة. استقبل الداعي القبلة. استقبال القبلة في الدعاء من آداب الدعاء وليس من شروطه، ليس من شروطه. ويأتي في أحاديث كثيرة فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ودعا، أحاديث كثيرة جدا فيها يذكر دعاءه مستقبلا القبلة، فاستقبل القبلة ودعا. ولهذا إذا استقبل الداعي القبلة كان هذا من الأسباب التي يرجى بها أن يستجاب دعاؤه، وهو ليس من شروط الدعاء لكنه من آدابه. وكان على طهارة، وأيضا هذا ليس من شروط الدعاء وإنما هو من آدابه، فإذا كان الداعي على طهارة فلا شك أنه أكمل وأتم في دعائه ومناجاته لله عز وجل. قال ورفع يديه إلى الله، ورفع يديه إلى الله، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء. وتأمل في هذا الحديث الذي في المسند وغير حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. حيي كريم سبحانه وتعالى يستحيي من عبده الغني جل وعلا، يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا أي خائبتين. ولهذا رفع اليدين في الدعاء وبطونها إلى السماء أو بطونها إلى الوجه مضمومة، هذه هيئة افتقار وتذلل وانكسار وإظهار للفاقة والحاجة. يرفع يديه ويلح على الله سبحانه وتعالى. وفي المبالغة في الدعاء خاصة في الشدائد والقحط كان عليه الصلاة والسلام يبالغ في رفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه. في الدعاء المعتاد لا يبدو بياض الإبطين، لكن في المبالغة في الشدة مثل الاستغاثة كان يبالغ، قال أنس حتى يبدو بياض إبطيه، لأنه يبالغ في رفع اليدين. فرفع اليدين هذا من أسباب الإجابة، رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابته، وأنه لا يرد.